كان تلاقي المحارب لما كان يدخل من شخص، لما كان يقاتلوا في قاتل القبيلتين، كان لما يدخل شخص من شخص لا شخص ثاني، كان لما يقتل الثاني ودخل من الثاني قتل الذي بعده. يسموها الدخيلية بالعنسية. الدخيلية هذه ثلاثة، واحد يدخل كذا، واحد كذا، واحد كذا، وهذه من أفضل الرقصات العنسية واللي يمتاز بها العرس.